تاخ زهراء كوبريا صالة 2003 دا بتاخ صدام تاتن ياسين اف تاخ دي كويت آلية باكور روشالات باجار موصله پرانيا آكنجين اوي تاخي عربين سننة تاخ زهراء بريا چند روجان هاتي آزاد كرن جبال لشكر عراقه و بله خلق اوي تاخي گلق گلو غازنده هنه انا سكنت حي زهراء از لطاخ زهرا آکنجی بوم. همجی که ماهی آو و کهربا و خزمت اندی دنالین. آزارن ما زورن دگل تو باران کرنا داعشه بسردورن ما. هولاتین تاخ زهرا دبیجن داد پروری ناهی تکرن دمه آلیکاری نیو دولتی تینه پال بگرن. و همی واسطکاری و هر کسک بو کسو کارن خواه و مروون خواه کار دیگر. حكومة فاشلة حكومتك نسر كفتية بتنتين وني خلقي دكشينن ودك غزان نسر ماسي مور دكن او دكشن وخلق شر دكن لسر كيسكي آري او جخوة شر ناكن او وني خدقرن حتى بشتي چند سالي دي لهالبجارتنا دنگ بدنوان حي الزهراء كو دكاويتا باكور الروشهلات باجار موصلي زيدا ترجع حفتية كي هاتيا آزاد كرن جبال سوپاي عراقي و بل خلقي اوي جاركي جبر نبونا آوو كارباو آزوقاي دنالن لو ما دخازن جو آلین پیوندیدار و رکخراو نیف دولتی هاری کاریاوان بهتا کرن. کاو عمردنگ امریکا، موصل.